حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح، حدثني نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقيل له: تدعوا أمواتا، فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون.